أكيد من الأخبار إلى كتاب زمرة أبي ليه، الإصدار الأول لفتاة سعودية تقدم فيها نصوص قاسية وكأنها تحمل قصة لحكايات لم تكتمل. أكيد رحب بضيفتنا الموجودة معنا بالاستوديو. وديان حياك الله. طبعا اليوم في هذا، طبعا احنا في خبرنا على اخر كتاب. تفضلي يا المن. تفضلي، حياك الله وديان. كيف امورك؟ تفضلي. كيف امورك؟ خير الله يسلمك. مشرفينك مع الجيه. يعطيك العافيه. بنتكلم على الكتب المميزه، وان شاء الله كتبك من الكتب المميزه، زمره ابي ليه. بدايه بس خليني اتكلم على الاسم. زمره ابيليا. قالوا لي ابي ليه، ما اعرف. لا زمره ابيليا. مو مشكله. اوكي. طب نبي نعرف بدايه ايش يعني اسم الكتاب؟ ليش اخترتي هذا الاسم تحديدا؟ طيب هي واحده من البنات من صحباتي، هي كاتبه. لما سويت الكتاب حبت تعطيني كم اقتراح، طيب فاعطتني كم اسم، فانا لفتني ذا الاسم، حسيت اول شيء غريب. والمعنى هي معادله، معناها يدخلوا عنصرين في عمليه يعني، وما يتشابهوا لا في العناصر ولا في حاجه، وينتج عنهم شيء ثالث زي العلاقه بين المراه والزواج. بالضبط هو ده. حبيت الاسم. بالضبط هو هذا يعني، لان هذا اللي كنت اقصد انه يشبه. يعني اي عنصرين في العالم يكونوا ما يتشابهوا هم A و B، ما يتشابهوا ويكونوا شيء ثالث الواحد ما يتوقعه اذا كان ناجح او مو ناجح يعني. جميل. طيب هذا طبعا هذا هو غلاف بس. أيوه. بس ايش اللي يحكي؟ ما ادري. يحكي قصص فتيات لم تكتمل، انتري ديزاين يعني، او روايات وحكايات فتيات هي نصوص. ايوه نصوص. طب ليش اخترتي الرسمه هذه تحديدا؟ صاحبتي خلود الناشر، اول شيء انا اوجه لها شكر، هي رسامه. لفتتني اللوحه هذه، حسيتها تتكلم يعني، لو طالعتي في العين تحس انه فيها شيء يتكلم، والسلاسل اللي على الفم في شيء مانعها انها تتكلم. هي صحيح. نفسها تتكلم وما هي قادره، فهذا يعني واقع بعض الفتيات يعني، مو قادرين يتكلم او يوصلوا مشاعرهم. جميل. حلو. هل تاثرت باسماء معينه ولا كان يعني طابع خاص في الكتاب لك؟ لا شوف، انا اقرا مره كتب وفي كتاب احبهم، بس كان لي طابع خاص، ما حاولت اني اكون زي احد. وايش اللي ميزه؟ اللي ميزه انه شيء للفتيات يعني، اكثر شيء، اكثر حاجه يعني. انت فكرتي؟ ايوه. عاطفي اكثر؟ طبعا عاطفي. هو عاطفي. رسائل للفتيات من اي ناحيه تحديدا؟ لا شوفي، هي مو رسائل، بس في فتيات مثلا ما يقدروا يعبروا او ما يقدروا يكتبوا او يبوا يوصلوا حاجه، فانا حاولت اوصلها بس مو اكثر، بس مو اني يعني اوجه رسائل لا. طيب حلو، يعني نقدر نقول كأنك انتصرتي او تبغي تنتصري للبنات كثير من خلال هذا الكتاب، وتحاملتي على الرجل. انا راح اكون معك يا الان. شوفي اول شيء، بس تحاملتي على الرجال. شوف ليش؟ لا شوفي، اول شيء اشكرك على هذا السؤال، لانه هذه نقطه انا حابه مره اوضحها. انا ما تحاملت، في النهايه انا بنت ومجتمعي بنات، فانا اللي حقدر اوصله الشيء اللي يخص المراه مو يخص الرجل. شكرا. بس ما هي ما بتتحامل، هي بس بتوضح. ايوه. فبالعكس يعني في رجال كويسين، فانا لا. شكرا. يعني في اعطاء حقوقها. ايوه. من اي ناحيه؟ لا الحب، الزواج، كل حاجه. انت ليه بتمسك علينا غلط؟ الادميه بتقول لك ما مسك. انا ما مسك عليكم غلط، ولكن انا احتاج نسخه من هذا الكتاب. طبعا انا جايبت لكم طبعا هذه الفرصه. انا نفسي اقراه. ما جاوبت على سؤالي ترى. انت لفيت الموضوع. طبعا انتهز هذه الفرصه السعيده وجبت لكم كتب. الله يسعدك استاذ طراد واستاذه لميا. شكرا، اشكرك على الاهداء الموجود. الحمد لله اني مسكت كتابي. الى المذيعه المتالقه لميا، كانت مشاعر متفرقه وتحولت الى زمره ابيليا. ابيليا كتابك اللي انا سلمتك اياه على فكره، ويوحي على رجل مسك الكتاب واعطاك اياه. ف يا طب الحياه ما تكتمل. لا لا، هي الحياه ما تكتمل بدون رجال. طبيعي يعني، انا ماني ضد ابدا. ليه بتخليني ضد قدام الناس يعني؟ بالعكس يعني، ابدا يعني، وراء كل رجل عظيم امراه. طبعا هم ما يكتملوا بدوننا برضه، صح. طب انا ابغى اعرف منك يعني وديان، ما هو سهل انه الواحد يوصل لمرحله يعمل كتاب ومقتنع فيه 100%. صح. كيف وصلت لهذه المرحله؟ والله شوف، انا اول شيء كنت اكتب من زمان، بس وصلت لمرحله انه انا نفسي اطلع كتاب. وطبيعي اول تجربه لك ما حتكون مقتنع فيها 100%، يعني لا حد يجي ويكذب يقول اول تجربه انا مقتنع فيها، طبيعي حتلاقي فيها اشياء هفوات يعني، بس الحمد لله.
يعني نسبة رضاكي ايوه لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ممكن نشترك انا وانت في كتاب واحد والله فكرة انا اعطيك الافكار وانت تكتب لاني انا ماني بارعة في الكتابة ولا التعبير بس عندي افكار كثير اعطيني اياها نتناقشها مع بعض احط اسمك وبعدين تحط اسمك طبعا طبعا نصيحة من اخ لاخت ما انصحك يعني لا لا يعني عندها افكار انا اقول لك حاجة انا معاك انا ما راح اتكلم عموما ايش حيكون موضوع الكتاب القادم وديان والله شوفي انا بدأت فيه بس لسه ما اقدر ايش راح يكون اسمه او عن ايش راح يتكلم بس اللي حابه اديك اياه انا اخر شيء اختاره الاسم اخر شيء تختاري الاسم عشان اعرف ايش مضمون الكتاب كله عشان اقدر اختار الاسم حلو وراح يتكلم عن ايش حتى لو جاب بالك يعني اسم معين برضه ايوه اخر شيء راح يتكلم زي كذا يعني نصوص متفرقه ما مشاعر كثير يعني لسه لا هو ما في شيء اكتمل اصلا يعني طب ما تفكري كلها ما فيها شيء بالضبط ما تفكري تكتبي حاجه عن الرجل بشكل عام بحيث انه انت يعني مو بس ايضا توازن بيقول صبري توازن ممكن صح بس انا ببالي شيء ثاني انه يعني توضح للمراه كيف طبيعه الرجل من خلال تعامل او شيء انت في الاخير بتنصحيها بتنصحيها من خلال تجربه معينه ما اقدر اكتب في حاجه يعني انا ماني ملمه فيها من جميع النواحي بس البنت انا ملمه فيها من جميع النواحي ومجتمعي اشوف هذه واشوف هذه واسمع دي واسمع دي حلو اذا هو تطوير للذات للمراه نفسها بالضبط للبنت بالضبط ايوه شدني صفحه 5 اوكي في كاتبه عن الرجل جاحد صفه تليق بك تماما لو يعلمون اني فعلت كل ما بوسعي لاجلك وتنازلت عن كل العادات والقيم والمبادئ لاصنع حياه تشبه قصص العشاق وصفت الرجل بالجحد لماذا عللي لانه ما يبان في عينه شيء في النهايه يعني الرجل ما يبان في مو كل الرجال الله. مو كل الرجال اصابعك أي. سوا أي. لا طبعا خلاص اذا هنا مو الكل انا اتكلم عن شخص معين مثلا قصه معينه فما بس معروف أوكي. دائما عن المراه بشكل عام والانثى انا ما راح اكمل مو ليس جاحد انا ما حكون زيكم اقول جاحد لكن المراه فعليا دائما يعني تنسى او انها تقول لا انت ما يعني مثلا ابسط هذا انت ما تطلع لي ما تخرجني ما تسوي لي ما تفعل لا الحرمه ورده وكلمه طيبه مو بس عشان لا ونحن حنعطيكي بوكيه ورد اليوم على كلامك الحلو ده انا حبيت صراحه صبري ما ينفع كذا ما في اناني جبني رجل هنا روح صفحه 17 اناني جدا الخاطره 17 طيب الخاطره 17 تقول اناني جدا انت فأنت لا تريدني لغيرك ولا تفعل من أجلي شيئا تريدني أن أبقى متواجدة لك فقط وقت فراغك لا تريد أن تحمل حياتي اسم رجل غيرك وفي نفس الوقت لا تريد أن تحبني أنا أثق أنك أحببت حبي لك وثق أنك لن تحصل عليه من غيري تنكر هذه الحقيقة بعض الرجال بس مو اي بس مو كل طب انا ايش قلت لك اصابعك ماني شايف اي تبعيض في الموضوع انا شايف رجل مسكين بياخذ على راسه انا بغى الكتاب اي ممكن اني اوصفه بالجبان صفحه 26 والله انت انا عارف بكره حديني لا 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 حقيقي اكثر شيء شدني ابعرف يعني بعد الكتابات اللي كتبتيها اشياء سلبيه للرجل وصفتيه فيها ممكن نقول هل واجهت انتقادات من الرجال تحديدا ابدا لا احنا نكون نصفق احنا نقول الله عليك صح عليك لا شوفي انا اقول لك الصراحه طبيعي في رجال قالوا صح كلامك والله ما اكذب يعني صادقه صادقه اي حلو في رجال وفي رجال زعلوا فانا حبيت اوصل هذه المعلومه ترى انا ما اقصد كل الرجال ترى هي بعض ايوه ناس معينين يعني انت لما تتكلم عن الحريم حتتكلم عنهم كلهم لا طبعا عن فئة معينة بالضبط بس في نفس الوقت عشان كذا كنت اقول لك في البداية لما تتكلمي على الرجل مو يعني انا قلت لك انا ماني ملمة بالرجل كامل جايك عشان اقدر في الكلام إيه؟ جايك بس انا اقول لك مثلا النساء عندهم بعض السلبيات اللي طبعا تثير غضب الرجل طبعا فلو مثلا قدرت المرأة ان هي تحافظ على هذه المفاتيح وتستخدمها بالشكل السليم حتلاقي نفسها تتعامل مع الرجل بالشكل الصحيح وتستمر العلاقة اكثر صح ولا لا؟ صح فانت بتعطيها هذا الشيء برضو بجانب انك انت بتوضحي لها ايش هو الرجل شوف انت لما تقرا الكتاب شوف لما تقرا الكتاب حتلاقي فيه كلام كويس عن الرجال طب عندي سؤال اعمق كيف ما عندك خبره في الرجل وانت قاعده توصفيه بكل هذه الصفات لاني هذه الصفات السلبيه شفتها من واقع حياه ما شفت ايجابيه في ايجابيه والله اذا لم يبتختار الامور شوف اعطيك القاسم يا اطراد انت صبري راح اختم هذه الفقره تمام ولا عليها يا صبري راح اختم هذه الفقره الى ضميرك الميت الى احساسك الكاذب الى حبك المزيف والى رجولتك الناقصه الى كل رجل دنس طهر انثى وقلبها تمنياتي لك بالهلاك
نتفير at all. اصفق لك انا ارفع لك القبعه والله نتفير at all والله ارفع لك القبعه الله يسعدك حبيبي بس زي ما في رجال سيئين طب انا قلت لك وزي ما في نساء رائعات في أكيد نساء اكيد يعني مو ما يتعاشر ما يندكر اسماء تتذكر اسمائهم كثير لا حقيقي يعني لا لا حقيقي انا ليش بحاول اكون كذا بس عشان نوضح قد ايش في اختلافات كثير طبعاً انا اعتقد حنخلي هذه الفقره ثابته لازم مشرفين دائما عشان نشوف الله يسعدك مع وجود رجل اخر عشان كذا ما حينفع انا ما حتحمل كتابك القادم ان شاء الله بشكرك اكيد داود يعني الشهري على تواجدك اليوم معنا في الاستوديو شكرا على الكتاب حنطلع فاصل نكمل نقاش عشان تحت الهواء راجعين مستحيل انت مستحيل